اهلا بيكم مع لقاء جديد ومراجعة جديدة. وقلنا المراجعة ديت بالصور، واحد بيسألني يعني ايه بالصور، هتشوفها دلوقتي. يعني خد اول سؤال هنا، بيقول لي choose the correct answer. The input energy in mobile phone is او ار، حسب مفرد او جمع، is للمفرد وار للجمع. input energy، input energy بتدخل الدخله ان موبايل فون. قبل ما اجاوب لك اهو، لا ادي موبايل فون وبيبقى فيه مربوط بسلك، ده ايه ده؟ جايب ايه ده؟ input 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 يعني صوره، بس بتوضح لك تفكرك بالشكل ده على طول. يا مستر ده ساوند بقى، ده السلك ده يعمل ساوند ولا يجيب لايت ولا بي و سي يعني ساوند ولايت ولا ايه؟ الكتريك؟ لا يا مستر ده الكتريك، الكتريك التليفون بتوصل بالكهرباء بيتشحن. يبقى اذا الانبوت انرجي ان موبايل فون از لايت، غلط، از الكتريك، الكتريك. نمبر 2، ات از نوت تو اوبريت ان ديفايس وذاوت ذا سن. اوبريت يشغل اني ديفايس، ديفايس خليكم فاكرين كلمة ديفايس يعني آلة أو جهاز، اختراع. ديفايس الموبايل اسمه ديفايس، الواشنج ماشين ديفايس، أي جهاز اسمه ديفايس، تلفزيون ديفايس. وزود بدون الشمس، أفكرك إحنا مرة أخدنا جملة بتقول إيه، الجملة دي بتقول إيه؟ The main source of energy is the sun. المين سورس اوف انرجي از ذا سن، يعني المصدر الرئيسي لكل حاجه هي تكون الشمس. يبقى هنا بقى it is ايه بقى؟ possible يعني ممكن to operate any device without the sun ولا impossible مستحيل؟ possible ممكن، impossible عكسها، possible impossible مستحيل، ولا acceptable مقبول، ولا no correct answer. لا يا مستر مفيش، احنا قلنا المين سورس اوف انرجي از ذا sun، sun يبقى impossible، يبقى it is impossible من المستحيل to operate any device without the sun. ركز معايا، when you wrap your hand يعني شوف الصورة دي كده، راب راب، جرب كده اعمل راب راب يعني حك ايديك. ها كاينتيك انرجي تشينج انتو، انت لما بتعمل ايديك كده ها ايه اللي بيحصل؟ دي كاينتيك، بتتحول لايه على طول يا مستر؟ واحد بيقول لي لايت، لا يا حبيب قلب، بتتحول لايه؟ ساوند؟ لا لا، بتتحول الى هيت، هيت. جرب كده حتى ايدك بقى تدفى، حتى في الشتاء نعمل كده على طول، راب 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 يور هاند، راب يور هاند، يبقى على طول تشينج انتو ايه؟ هيت. ذا از يوز تو موف ثينجز، هو مين اللي بيشغل؟ شوف موف بيحرك الاشياء، دينامو ولا ماتور ولا هير دراير ولا الكتريك؟ ده طب بص الصوت كده، ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده واحد يقول لي ده دينامو، لا ده موتور، الموتور زي موتور العربيه، موتور عجله، موتور بايسكل. ها يبقى زي ايه بقى؟ ذا ماتور اسمها ايه؟ ماتور. ذا ماتور از يوز تو موف ثينجز، اللي بيحرك الاشياء مش الدينامو، لا لا، الدينامو ده بقى بيدينا الكتريسيتي، بيدينا ايه؟ الكتريسيتي. ذا از يوز تو اوبتين، اهي اللي جه بعديه، يوز تو اوبتين الكتريسيتي، بص بيدينا ايه؟ اوبتين الكتريسيتي، نحصل منه على الكهرباء. ها اهي ده مين ده؟ اهو ده بقى ايه؟ الدينامو، دينامو. فهمنا الدينامو اوبتين الكتريسيتي، اما الموتور موف سينجز. فهمنا يعني ايه الصور؟ صورة توضيحية عشان ممكن تبقى وانت بتسمع السؤال فاهم ايه الموضوع، مش يبقى مجرد كلمات حافظها. لا لا، نكمل كده مع بعض. driving a bike change، لو عندي ولد او بنوتة ركب عجلة، ها بايك، درايفنج ا بايك، درايف، درايف يعني ايه؟ يركب عجله. درايفنج ا بايك تشينج ذا ايه؟ انرجي انسايد هيومن بادي. انا قلت لكم اول ما تلاقي تشينج في هيومن بادي او البتري على طول يا مستر تبقى بوتنشال. ايه بوتنشال؟ لا لا لا، هيت، لا هيت كيميكال. احنا قلنا الهيومن بادي والبتري تبقى كيميكال، كيميكال كيميكال انرجي، كيميكال انرجي. نقولها تاني، change electric energy into kinetic energy. هو ايه اللي بيغير شوفوا change electric into kinetic، مين في دول؟ فان ولا الماتورز ولا واشنج ماشين ولا اول؟ الفان دي بتحرك الايه، الايه بتديها electric بتدينا ايه؟ kinetic.
الماتور بنديله الكتريك تدينا كاينتك، الوشنج ماشين بنديها الكتريك تشتغل بالكهرباء يعني ها تدينا كاينتك، يبقى اول ذا فولوينج اول كلهم يا مستر. يبقى الاجابه اول ماتورز الكتريك انرجي. الماتور ما احنا لسه قايلين اهو، هل بيدينا الكتريك انرجي؟ لا، يبقى ده بيعمل ايه؟ كونسيوم. كونسيوم خليك فاكر كونسيوم دي يعني ايه، يستهلك. كونسيوم ماتورز كونسيوم الكتريك انرجي، انطقها لي كده، ماتور كونسيوم الكتريك انرجي. بروديوس لا، لوس لا، نو كوركت انسر. هي كونسيوم يعني يستهلك هيت انرجي از ان ذا الكتريك ايون. خليك معايا، لو عندك الكتريك عرفته يعني ايه الكتريك ايون، اللي هي المكوة، مالها دي بقى؟ الهيت انرجي از ايه بقى؟ ريزلت ان يعني الطاقة اللي بتخرج من المكوة بتبقى ايه؟ ها؟ ريزلت ان الكتريك ايه ايون، يبقى بتخرج طاقة من الالكتريك، ايه طاقة ايه؟ هيت انرجي. هيت يعني ايه؟ يعني ثيرمال انرجي، حراري. توي كارز الالعاب، لعب الاطفال، توي كارز تشينج انرجي انتو كاينتيك انرجي، هما بيحولوا الساوند ولا الهيت ولا الاستيك بوتنشال ولا الكتريك؟ لا يا مستر، ده على طول بنحط فيها الباتري يبقى الالكتريك، بتحول الالكتريك انتو كاينتيك انرجي. ادي اسئله تشوز، ممكن يجي لك نوعيه تانية من الاسئله زي كده، يقول لي بوت ترو اور فولس، يعني المفروض هنا بعد اذنكم كده اهو العلامه هنا ترو وهنا في اكس، يعني بقول لي حط ترو او ايه او اكس او ترو فولس معايا كده. يلا ذا سيرفيس اوف ذا سان از كولد، سيرفيس اوف ذا سان اهي شفتوا الشمس عامله السيرفيس السطح بتاعها از كولد فوتوسفير. فوتوسفير يا مستر صح، سيرفيس اوف ذا سان از كولد فوتوسفير. سيرفيس اوف ذا سان يعني سطح الشمس كولد، اسمه الفوتوسفير، اسمه ايه؟ فوتوسفير. فوتوسفير ذا سيرفيس اوف ذا سان از سوليد از ذا مون، بص كده في الشكل ده، ده سان ومون، السن المشرق الجميل اللي بينور وبيبعت هيت ولايت، هيت ولايت، وده مون ده بيعمل ريفليكت بيعكس بس الضوء. هل السيرفيس اوف ذا سان السوليد لايك ذا مون؟ نو، السن جاسز، غازات هيدروجين وهيليوم، هيدروجين وهيليوم، والمون لا، يبقى اذا فولس. لايف ديسابير اون ايرث ان ذا ابسنس اوف ذا سان، بقول لي لايف ديسابيرز تختفي اون ايرث ان ذا ابسنس اوف ذا سان. الاجابه ايه على طول؟ واحد يقول لي ده صح يا مستر، الحياه هتختفي، ديسابير تختفي من على الارض، ابسنس اوف ذا سان لو غابت الشمس. sun rays are called radioactivity، ايه دي يعني ايه radioactivity يا مستر؟ اهي شايفين الاشعه دي اسمها ايه؟ radioactivity ده ايه ده؟ radio، يبقى sun rays are called radioactivity. true، خليك فاكر الكلام ده، sun rays are called radioactivity. green house اللي هي ايه؟ جرين هاوس، حد فاكرها؟ اهي قدام، اللي هي عباره عن بيوت من الزجاج او من البلاستيك معموله. مالها بقى؟ هيلب فارم تو جرو بلانت ذات نيد كولد ويذر ان سمر، يعني في الصيف تحول، لا 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 لا، هي بتعمل العكس، نيد هوت ان وينتر. يبقى الجمله دي ايه مالها؟ فولس، عملناها فولس عشان ما فيش علامه صح، يبقى فولس. A solar heater is always placed at the top. شوف السولار ده، السولار هيتر دايما يا جماعه، السولار هيتر ده اللي هو السخان الشمسي دايما يتحط توب اوف ذا بيلدينج، توب على قمه البيت من فوق، يبقى ترو. Solar cell consists of large number of small solar panel. بص كده الشكل ده يا جماعه، دي كلها اسمها سمول ايه؟ سولار ايه؟ بانل، تنقسم الى كل مربع، شايفين مربع صغير كده اسمه ايه؟ ها سولار سيل، فينفع اقول السولار سيل بيتكون من لارج نمبر اوف سولار بانل؟ لا العكس، المفروض السولار بانلز بيتكون من سولار، يبقى الجمله دي فولس. كانت تبقى صح امتى؟ لو قال لي سولار بانلز وحط سولار سيلز في الاخر. اوت بوت انرجي
ان كالكوليترز از سولار انرجي، لما يبقى عندك كالكوليتر آلة حاسبة اوت بوت، اوت بوت بتخرج منيها سولار انرجي، بتطلع الآلة الحاسبة هتطلع طاقة لا ده هي بتاخد، يبقى دي فولس. فولس. شفتوا الأسئلة حلوة وجميلة زي. ركز واسمعها مرة واتنين وان شاء الله الامتحان بيكون اسهل مما انت متخيل. نشوف نوعية اخرى. رايت ساينتفك تيرم، يعني ايه رايت ساينتفك انها كازمر؟ يعني الجملة دي كلها هتشيلها وتجيب مكانها كلمة او كلمتين. It is a gas region at the edge of the sun that emit light and اللي هي مين emit light to heat، emit تشع light to heat، ده ايه دي مين دي؟ It is a gas region، منطقة من الغازات. At the edge، edge يعني الحافة. Of the sun emit light to heat، على طول واد شطور فيكو بقول على طول، دي اسمها فوتوسفير. اسمها ايه؟ فوتوسفير. يبقى الفوتوسفير بيعمل ايه؟ emit light and heat. It helps farmer in planting ايه بقى؟ crops that need ايه؟ hot، that need ايه؟ hot weather in winter. نباتات عايزة حاجة سخنة، طقس ساخن حر، واحنا في الشتاء. ده ايه دي؟ ده ايه ده؟ ده جرين هاوس يا مستر. يبقى الجرين هاوس فاكرين من شوية قلناها كانت فولس، ده هنا بقى اللي صح. ليه؟ لانها نيد هوت ويزر ان وينتر. They are used to direct the sun rays towards the cooking pan. خلي بالك هو ايه اللي بتستخدم direct، direct the sun rays، توجه. بصوا الرسمة دي كده، دي عاملة زي ايه؟ curved mirror. curved mirror لما الشمس الصن بتسقط عليها تيجي عليها بتعمل لها ايه؟ بتعكسها على الكوكينج ايه بانز. يبقى دي اسمها ايه بقى؟ كيرفد ميرورز. كيرفد ميرور يعني المرآة اللي ايه؟ المحدبة او المقعرة اللي هي كيرفد منحنية كده. They are placed at the top of building. هو ايه اللي بتحط at the top of building؟ اهي ما احنا قلنا من شوية، يبقى الايه ديت سولار انرجي. سولار انرجي ده بيتحط ات ذا توب اوف ذا ايه بيلد. في حاجات انا بقولها بسرعه لان لسه مر علينا من شويه، بركز على الاسئله باكتر من طريق. It consists of a large number of small solar cell. هو ايه اللي بتتكون من السمول سولار سيل؟ اهي ما هي السؤال دي ايه؟ سولار سيل. سولار سيل كل مربع صغنون كده سولار ايه سيل. يبقى مين ده اسمها ايه بقى؟ يبقى سولار بانل. سولار بانلز. The input energy of the calculator. لو عندي آلة حاسبة الانبوت، الانبوت الانبوت ايه بقى؟ سولار انرجي. هو بيشتغل اه الكالكوليتر ممكن يشتغل بالايه؟ سولار انرجي، بالطاقة الشمسية. نشوف نوعية أخرى كده من الأسئلة. Complete the following. Sun consists of different gases such as، خليك حافظها. أول ما يقول لك sun و different gases هم حاجتين، هيدروجين وهيليوم. هيدروجين وهيليوم، هيدروجين وهيليوم. surface of the sun is called، سطح الشمس باسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ فوتوسفير. قلناها عشان كده ما جبتش الرسم. فوتوسفير. surface of the sun اسمه ايه؟ فوتوسفير. sun provide us with ايه وايه؟ هي الشمس بتدينا حاجتين قلناهم فاكرين ولا لسه؟ light وايه؟ واحد قول لي شطور حافظ heat بقى energy. If you look directly to the sun، بص كده لو واحد بص كده directly، خلي بالك شوف ده لابس نظارة اه، لا من غير نظارة غلط، خلي بالك your eyes will be ايه؟ لو انت هنا بصيت will ايه will ايه will ايه will اه be damage. damage يا مستر عينيا هتتلف، هيجي لها مرض، هتبقى تعبانة. If you look directly، directly بصيت مباشرة without glasses بدون نظارات for a long time ومدة طويلة your eyes will be damaged. will be احفظ كلمة damage في مرت علينا في أكتر من سؤال. without the sun the planets will، بدون الشمس النباتات هيجرى لها ايه؟ بص كده الصورة كده، ايه ده؟ ده النباتات مالها؟ داي، ماتت. لان وزوت ذا ايه؟ وزوت ذا سان. يبقى ويل ايه داي؟ ويل ايه داي؟ ويل ايه داي؟ وزوت ذا سان بلانتس ويل داي. سان ريز ار كولد. السان ريز دي اسمها ايه دي؟ نحن قلناها لسه من شويه على طول، ها راديو اكتيفيتي. اسمها ايه؟ راديو اكتيفيتي. راديو اكتيفيتي اي راديو اكتيفيتي، اشعه اي راديو اكتيفيتي. نشوف كمان حاجه اخيره كده.
انا حاسس ان الاسئله سهله. اتمنى هنا complete the following: help farmers in planting crops that need hot weather in winter. هو ايه؟ ما لسه قايلينها اللي هي جرين هاوس. الجرين هاوس are used to direct sunlight towards the cooking pan. هي مين اللي بتوجههم؟ لسه قايلينها دلوقتي اللي هي curved mirror. curved mirror. the solar heater is placed at the ايه؟ ها السولار هيتر بيتحط فين؟ top of the building. نفس الاسئله اللي فاتت بس بدل ترو فولس ولا تشوز لا بيجيبها لي كومبليت. سولار بانل. السولار بانل بيتكون من لارج نمبر اوف ايه؟ سولار سيل. سولار سيل سولار سيل سولار بانل يبقى سولار سيل. سولار بانل تشينج انرجي انتو ايه وايه انرجي؟ السولار بانل تشينج ايه؟ سولار انرجي انتو ايه؟ الكتريك اور هيت. ذا انبوت انرجي ان كالكوليتور از الانبوت الطاقه اللي داخله ايه؟ سولار. سولار انرجي يا مستر. اتمنى تكون واضحه والى لقاء قادم مع تحيات مستر نبيل.